الله يبارك. ادري صار لي دهرا ما فرقيت، بس صراحة ما ابغى اسوي حاجة كده واندم عليها. المهم ف الحين المفروض اني ابغى اضبط الخشة عشان اطلع على اصور يوتيوب، فانا دايما اقضي تقريبا 20 دقيقة 30 دقيقة مكياج، فالمرة دي قلت خليني اصور بدل ما انا قاعدة اسمع حاجة ولا شيء مدري، وكده ابغى ادردش معاكم يعني نتعرف على بعض. المهم في هذا الفيديو راح تعرفوا كيف الخشة هذه تطلع على يوتيوب، فخليني ابدا معاكم. المهم ترى انا ماني فاشينيستا ولا فاشيفيشتا، بس ولا ما في شيء في المكياج، بس ابغى دردش يعني. المهم فعفشي كله هنا، انا العادة صراحة ما اتمكيج في الغرفة، اتمكيج عند الحمام الله يكرمكم عشان الاضاءة اقوى، بس ركبت الاضاءة والله ضبط الموضوع. المهم بقول لكم حاجة، كم يوم افتح اليوتيوب، انا دائما افتح اليوتيوب طبعا يعني اكيد عندي قناة في اليوتيوب، اكيد ما افتح اليوتيوب بلا بابا. المهم صار له فترة اليوتيوب يطلع لي مقاطع عن خليل كوميدي شعيب، خليل كوميدي شعيب. بقول لكم حاجة، انا والله العظيم قسم بيعت الله مو من باب اذا طاحت البقرة كدرت سكاكينها سلامة، يعني سلامة شعيب من الكلام هذا. بس بقول لكم شيء، انا صار لي فترة سويت انسبسكرايب لقناة شعيب، يمكن تقريبا ما يعني من زمان حتى ما افتكر ايش اخر حلقة شفتها له، ومن زمان يعني من كتر ما انه انا ما عاد اتابعه ما عاد صار يجيني على الفيد عندي انه ريكومندد ابدا، مع انه شعيب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الفلوق يعني الفيوز عنده مرة عالية بالملايين. فالمرة هذه كترت مرة حكاية ال شو اسمه باين اقول لكم كترت هذه الاشياء اللي تطلع لي في الفيدباك شعيب الخليل كوميدي انا اعرفهم الاثنين، بس ما عرفت والله ايش الحكايه، ايش في ايش سوى شعيب. فرحت عشان حكايه هذا الفيدباك مره انتايسنج، فرحت اتفرجت يعني شفت الحلقه. صراحه اقول لكم حاجه، يعني ما كانت الحلقه غير عن توقعاتي، يعني قصدي خارجه عن المألوف من الاشياء اللي شعيب دائما يسويها، وهذه واحده من الاسباب اللي خلتني اسوي انسبسكرايب لقناه شعيب. انا عندي مشكلة مع المحتوى اللي اقدمه شعيب، واتوقع قبل كده سويت كومنت على حسابه قبل ما اسوي انسبسكرايب وكده، يعني ما شاء الله اني مرة مهمة، لا والله بس انا بقول يعني انه انا من الناس اللي اذا ما عجبني حاجة اقول اتكلم، واذا ما عجبني برضو اقول اتكلم، يعني اسوي انتراكشن. فاللي صار انه سويت انسبسكرايب وقلت ترى يا شعيب انه والله ما يصير كذا وما ادري ايش يعني مو انه شعيب كلامي ما ادري، بس انا بقول لكم يعني انه انا سويت رياكشن. بس اقول لكم حاجه، انا اكثر حلقه من جد من جد من جد زعلتني عفوا حلقه الخليل كوميدي. يعني شوفوا شعيب، انا صراحه أحس في مشكلة شعيب، الحركات اللي هو يسويها يسموها علميا مصطلح البولي، ايش يعني كيف ايش البولي يعني الجعرمة ما اعرف ايش حتطلع في بالي الكلمة. المهم فهذا التصرف من زمان اصلا شعيب يسويه، يعني من اول يعني هذا اصلا كده شعيب انتشر في شو اسمه في الفيديوهات حقته. ف اللي يزعل في الموضوع انه برنامج شعيب ستيل يعني شو اسمه ده ايرينج وله جمهور مرة كتير، سواء من السعودية ولا من برة السعودية ولا الكويت ولا كده ولا دول الخليج، ومن المعروف انه والله اذا في موضوع يعني الناس عاجبهم يعني في اغلب الحالات، يعني اذا انسان مستمر فمعناته انه هو ناجح يعني في حكايه شعيب.
بستغل نقطة مرة حساسة اللي هي مثلاً زي مثلاً أقول لكم إيش أكثر شيء تلاقوه في اليوتيوب يعني أكثر فيوز وما أدري إيش الأشياء اللي فيها فضايح، الأشياء اللي فيها حصرياً وما أدري، يعني شعيب إنسان ذكي يعرف كيف يجيب مشاهدات وما أدري إيش، بس الموضوع صراحة مرة زايد عن حده، مرة زايد عن حده، وأحس ما حد قاعد يتصرف، ما حد قاعد يسوي حاجة، إحنا بس قاعدين كده مستقبلين مستقبلين مستقبلين، وكل الناس في بالهم إنه ما يقدروا يسوي حاجة، لا تقدروا تسوي حاجة، أبسط شيء إذا ما عجبكم محتوى أو شفتوا إنه هو يعني في حاجة غلط، سووا كومنت، سووا ديسلايك، سووا ريبورت، تعرفوا يعني سووا ريبورت، تبليغ. أبلغ عن إساءة من نفس الفيديو حق اليوتيوب في إزرار مكتوب فيه أتوقع إنه ما أعرفه بالإنجليزي ريبورت مدري إيش فأتوقع هذا من الأشياء اللي يعني يدل إنه إحنا ناس نعطي فيدباك هذه من الأشياء اللي كيف تعطي فيدباك ديسلايك لايك دي الأشياء مهم في حاجة هنا ما قويتنيش من ضمن الأشياء الثانية اللي بأتكلم عنها يعني شعيب برنامج صار له 4 سنين ومو الحال يسوي البرنامج في ناس كثير مرة معاه يسوي المونتاج والتصوير تعرفوا أنتوا عادي يعني لما يكون في برنامج وكذا أنا نفسي أفهم معقولة كل الناس إلا شعيب موظفهم واللي بيشتغلوا على الفيديو هذا موافقين شعيب على رأيه إنه هو إنسان يسوي حركات بلطجة هذه إيوه البولي بلطجة بالعربي بلطجة أنا إيش يفهم أنت شعيب كمان لما يجي يوظف ناس إيش يكتب والله نحتاج بلطجية في البرنامج هذا لأنه سيريسلي الأشياء اللي يسويها شعيب بلطجة يجي يجيب واحد والله أنا أقوى منك والله أنا أجلدك والله زي نظام وفاء الكيلاني نفس الحكاية بس شعيب على اليوتيوب يعني البوزيشن حق شعيب أقوى أو ما أقول إنه عشان على اليوتيوب أنا قصدي إنه شعيب عنده السلطة إنه يقص ويقطع يخلي المشهد كله صالح هو يعني حتى لو كان هو غلطان ممكن أنا أسوي البرنامج من الألف إلى الياء أنا عندي الحق وأنا عندي أنا المستحق يعني أنا بقول ذا الكلام من خبرة الشخصية في الإيديت وما أدري إيش ومن دي الأشياء وباين أصلاً يعني أنا أكثر برنامج في حياتي أشوفه فيه له تقطيع برنامج شعيب لو يعني يمكن أول ما كنت أدقق ما كنت أعرف الأشياء هذه بس دحين مرة باين مرة باين فأنا آخر شيء تفرجته الخليل يعني الخليل كوميدي شوفوا يمكن شعيب عشان هو يدفع لهم مبالغ مرة كبيرة فعندهم الناس عادي كده ما يعني ياخذوا الإساءة ويمشوا أنا ما أعرف الوضع بالضبط يعني أنا ما أعرف how much he pays يعني أتوقع إنه مرة فلوس كتير مرة فلوس كتير بس أنا بالنسبة لي it doesn't make sense يعني إنه أحد يجي يهين كرامتي ولا أحد يتعدى علي ولا لو إن شاء الله دفع لي يعني إلا دفع لي ما it doesn't make sense أنا أقول لكم شيء تركت الأشياء اللي بقولها لو تحسوا الناس اللي بيكونوا ضدي لا مدري إيه والله شعيب برنامج ناجح والله مدري إيه والله مدري إيه طيب يا شعيب ليش ما تسوي لايف أنا نفسي شعيب يسوي برنامج ولايف من جد يا يسوي لايف يا إنه من جد الناس إلا يستضيفهم ما يقبلوا يعني قصدي يطلبهم للاستضافة ما يقبلوا الاستضافة لأنه سيريس لأن أحس برنامج شعيب ضروري يتوقف ليش؟ أنا أقول لكم ليش إساءة غير الإساءة غير البلطجة غير يعني التعدي غير كسرة الخاطر اللي فيه غير الكرامة الممسوحة أنا لما أسوي برنامج ناجح في العالم العربي زي برنامج شعيب كده والله البرنامج يجيب فيوز ويكسر الدنيا ايش الرسالة اللي بيوصلها البرنامج يعني لو في برنامج لا تخيل انا بقول لكم شيء تخيل من وجهة نظر واحد اجنبي
انا ما اقول ان الاجانب ما عندهم مشاكل، ترى ما عندي عقدة الاجانب الحمد لله، بس بقول لكم يعني جاي احد جاي من برا، اوكي بالله بالله ايش يقول؟ يعني انا نفسي افهم يعني ايش الصورة العامة اللي بياخذها من هذا من برنامج شعب. والله الناس يتبلطجوا على بعض عادي كده على اليوتيوب public in public وما حد يسوي ولا رياكشن ولا حاجة، يعني كده هل الناس يقبلوا على نفسهم هذا الشيء، هذا التصرف اللي بيسويه شعيب؟ هذه حاجة. ثاني حاجة، شعيب قاعد يخرب سمعة يعني يخرب الذوق العام. يعني الحين أنا أقول لكم شيء، مين أغلب المشاهدين على اليوتيوب؟ أنا من غير ما أطالع لا statistics ولا أي حاجة في الحياة، نعرف إنه مراهقين وأطفال هم دول اللي يجيبوا الفيوز لل شو اسمه ده لليوتيوب. فدحين أنا لو عندي بزر عمره 10 سنين ويطالع شعيب من يوم ما كان عمره نقول 6 سنين، خلونا في الرينج هذا حق التين ايجر، انتوا حطوا على كيفكم ارقام، قاعد الولد هذا او البزر هذا يطالع شعيب، وشعيب ناجح وكل الناس تعرف انه ناجح ولو متابعين ولو جمهوره. فانا ابغى اسالكم ايش الولد البزر هذا ايش يتربى عليه؟ يعني ايش هو ايش يسوي كونكلوجن مع نفسه انه ايش؟ انه البلطجه شيء مره عادي. لا يا بابا، البلطجه ما هو عادي، السايبر بولينج وال يعني نفس حكاية البلطجة في المدارس، نفس حكاية البلطجة في الهراسمنت في بيئة العمل، هي واحدة. فأنا ماني عارفة، ما أقول والله العالم يوتوبيا وإحنا لازم نكون أحسن حاجة ومدري إيش، بس أنا أحس إنه أنا والله لو عندي، أنا فاطمة الجاوي عندي منصة أتكلم منها، أبغى أقول الموضوع ترى مرة مستفزني، أنا ما قد تكلمت ترى كده، حتى عندي سناب شات عندي فولوورز، ما قد فتحت فمي بكلمة واحدة على أي أحد، على ما عندي يعني مو من النوع اللي والله عشان فاطمة والله عشان أبغى أجيب فيوز وما أدري إيه، لو أبغى أجيب فيوز أعرف أجيب. بس الموضوع يا جماعة ترى والله ما يصير، يعني يا عرب يا نشامة سووا لكم سووا رياكشن، أقل حاجة تروح تسووا ريبورت من جد والله. بعدين رحت شفت حلقة سارة الودعاني، شوفوا والله حسيت شعيب زعل على الحلقة، دفع سارة على الفاضي. ليش؟ لأنه ما جلدها على قولهم صراحة، ما شاء الله تبارك. شوفوا والله أنا ما أعرف سارة طبعا، بس ما قد تابعت سارة، ما عندي لا حسابها انستغرام أصلا، ترى ما تابع أحد يعني مع نفسي، ترى ممكن معي توحد ما أدري، المهم بس ماني فاضي أحس المرحلة هذه. زبدة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما قدر يخش لها ولا من أي حتة، قسم بآيات الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، البنت مرة 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 عجبتني تبارك الرحمن، شخصية قوية ما تخاف من حاجة، واثقة من نفسها ألف، الصلاة على النبي الصلاة على النبي الله يحميها يا رب. doesn't make sense يعني من موضوع الزواج صارت لي إيش أنت تصوري بنات على الهذا، يا ربي يا ربي يا ربي. ما في كونتنت، والله ما في كونتنت، أنا ماني عارفة الناس إيش بهم. لا والآدمي والله مستمر، هو على قوله كاتب في الديسكريبشن بوكس لا تجعلوا من الحمقى مشاهير على حلقة خليل كوميدي. انت صادق ترى الناس يخلوا من الحمقى مشاهير، ما اقول يعني الكلمة هذه ما انقالت غلط، و تبارك الرحمن لما انا ما عارفه كيف هو من الزواج، من كلام يعني من الحلقه عن الزواج وسن الزواج، هو يقول انها عن الزواج وسن الزواج، ترى دائما كده الحلقه تكون عن حاجه وتنتهي الشيء لشخصنا، اللي ابغى ازنقك ابغى ادركك وبعدين ايش يقول؟ انت شو اسمه ده سويت عمليه تكميم، طب ايش دخل التكميم بالزواج؟ انا نفسي افهم.
بعدين ايش دخل التكميم بال شو اسمه ده بالسناب شات؟ ايش دخل؟ ما اعرف. بعدين تعالوا اقول لكم شعيب كده احسه هو رجال عمره 35 سنه بس جواته كده انسان يعني دقه قديمه مره ما في ابديت. يقول على قطار الزواج، ترى احس ما عاد في كلمه اسمها قطار الزواج يا حبيبي. خلاص البنات احنا 2018 العصر الواحد والعشرين، حاجه ثانيه. حاجه اولى العصر الواحد والعشرين، القرن الواحد والعشرين. الحاجه الثانيه تبارك الرحمن الله يخليهم لنا الملك سلمان والامير محمد بن سلمان، يعني عن جد ما في مزح، والله ما في مزح مع الحريم، مع حكايه الحريم بالذات. ترى ما عاد في قطار زواج، القطار هذا يا بيي دفنوه. تعرف شلون دفنوه؟ ما يعني شوفوا احنا وصلنا لزمن، انا بالنسبه لي اطالع للبنت اللي تقعد تستنى قطار الزواج اللوزر. سيريسلي من جد اقعد استنى قلك في قطار الزواج يا حبيبي. قلعت قطار الزواج، يعني قطار الزواج كان لايام جدتي، لايام امي. ايوه قطار الزواج، الحين ما عاد في قطار الزواج. ما شاء الله تبارك الرحمن، عارف بنات مره كثير والله، يعني هم ماشيين بيوتهم بوظيفتهم وبرواتبهم وشايلين عيالهم وشايلين اخوانهم وشايلين ما شاء الله تبارك الرحمن امهاتهم وابهاتهم. ما عاد في المفروض خلاص، ما عاد في بنت تستنى والله راجل عشان تعيش شو اسمه ده تحت جناحه ولا ضل رجله وضل حياته. خلاص هذا الضل مع كلام تافه، كلام فاشل. وسارة على فكرة واحدة من البنات اللي شو اسمه ده نموذج من واحدة من البنات اللي تنطبق على الكلام اللي أنا بقوله. بس زي ما أقول لكم شعيب فيه دقة قديمة، يعني زي كني جالسة مع جدتي بالضبط، فهمتوا؟ حفوتي في القطار ومدري إيه مدري أي قطار، بيخلي القطار خليه يعدي بس القطار. أنا أقول لكم حاجة، ما شاء الله تبارك الرحمن لو في بنت ناجحة كده زي سارة أكيد she doesn't even care about ذات قطار، يعني زي ترين. إيش الواحد يبغى بالزواج؟ حب؟ الحب مو شرط مصدر الزواج، بس أنا ألاقي الحب في أي شيء، حب شغلي، حب أمي، حب أبويا، يعني no more girls who cares about the train. يعني ايش كمان؟ ايه صح، لما نجيب لها صورتها وهي كانت تخينة ونحفت، يعني انا ابغى ازنقك. روح اشوف الانستغرام حقي، عادي مرة عادي. بس هو كمان يعني اسلوبه اللي دقق هذا على الانسكيورتيز، ما اعرف ايش هي الانسكيورتيز بالعربي، بس انه تكنيكه بالنسبه لي واضح ومفهوم، وما احتاج اتفرج اكثر من حلقه لشعيب عشان افهم اسلوبه. سيريسلي بس انا اقول لكم يا ناس، لازم 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 تتصرفوا، والله ما ينفع كذا الموضوع يعدي. يعني ماني عارفة، أنا مش بقول إنه والله أنا كلامي في الحلقة هذه راح يغير أشياء مرة كثير، بس على الأقل إذا كان بيدي شيء أغيره أضعف الإيمان، أنا قاعد أسوي أضعف الإيمان يعني. ماني عارفة ايش حيكون في المستقبل يعني جديد في شعيب. بعدين تعال اقول لك، ما حد يهتم ترى انت متى راح تتزوج، ولا عمرك 35، ولا مدري ايش، ولا انت فين حتختار زوجتك ومدري ايه. يا ابوي عيش حياتك، زواج ايش وزواج ايش؟ ما حد ترى قاعد يقول يسأل نفسه والله متى شعيب يتزوج. انا ما قد سألت نفسي والله متى انت حتتزوج،
اتزوج وقت ما تتزوج، حل عن سمايا، من جد حل عن سمايا. وترى انا من الناس الا دائما اقول اذا ما عجبك حاجه سكر. معلش يا جماعه، مكالمه ضروريه جدا. المهم بقول لكم انا مو من النوع اللي والله شاغله راسي مع شاب، ان انا عندي قاعده اذا ما عجبني حاجه سكر الشاشه. بس الموضوع بالنسبه للحلقه هذه والله اكبر من كده صراحه، اكبر من كده. انا مسكر الشاشه طبعا من زمان زي ما قلت لكم، انا سويت ان سبسكرايب من زمان بس ما قدرت يا اخي، ما قدرت والله كده يعني غصه في حلزي. والله شفت الحلقة والله ما عجبتني على النقيض تماما. يعني ممكن انا لو شفت حلقة سارة نقول عادي يعني فهمت ومشي، بس نفس هذا ما تغير يعني، لا وازود لا وجمهور ولا وسبسكرايبر ولا وفيوز، ياهو ما في احد يقول كلمة حق. لا والله صراحة شفت في ناس كتير قالوا كلمة حق، ممكن انتبه له، كتير ناس قالوا كلمة حق صراحة يعني، وجلدوا أبو الهرجة. بس ما أدري. المهم قول لي سارة برافو عليك يا بنت الناس، والله الحين فجأة كده ما صرت أعرف أقول. المهم حلقة كلها إعلانات، دائما قصدي كل حلقاته كده كلها إعلانات. ما نفسي يوم افتح حلقه من حلقات شعيق على قد البابيلاريتي اللي عنده واقول اوه واو الحلقه هذه والله حلو. ترى والله ما افتكر يوم دخلت وسويت لايك، دائما اسوي ديسلايك اعترف، ايوه دائما انا من الناس اللي اسوي ديسلايك. بس ما بيأثر اكيد يعني، انا لا اضل ولا انفع. انا شغاله قصقصه ولا ايه؟ عيان قصة حاجبي، ايوه وجهي مو معدوم، المعدوم صار لي فترة بس مكياج تصوير. كان عندي بريك كنت بروح اسوي فيشل، راح البريك ولا سويت الفيشل. بس ايش كمان ايش كنت بقول، نسيتني عمري. مدري اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا ايش رايكم، يعني هل من جد كل الناس مصدقين ومقتنعين بفكره، ترى انا قاعده ادور حاجه ما لقيتها، مقتنعين بفكره انه والله انا ما اقدر اثر ما اقدر اسوي حاجه. انا احس كل الناس كده يعني، لو مو الناس كده البرنامج ما يستمر 4 سنين، صح 4 سنين اتوقع، 4 سنين صح، انا ماني غلطانه، 4 سنين اهانات وناس يحضروا وهو يدفع ما شاء الله واعلانات يعني. والله ما اعرف، بس انا disappointed. I am a disappointed person forever with the شعيب سينك. ما اعرف يمكن انا، شوفوا انا بقول لكم انه انا ماني passive person، يعني لو انا في شيء اسمه passive person اللي هو يعني انسان يكون في حياتك، مو في حياتك بس انه ما يعطي فيدباك، يعني it doesn't matter، يعني زي الناس اللي يمشوا يمروا مرور الكرام، يعني لا يضروا ولا ينفعوا. وانا مؤمن عندي ايمان تام انه ترى ما مهم، انا عندي ايمان تام انه 99.9999999 من الناس انهم باسف يمروا بدون ما يسووا اي افكت يعني في حياتك. بس ياهو مليون شعيب صار عنده كم؟ 2 مليون 3 مليون ما ادري. معقوله هذول كلهم ناس باسف؟
بدي كده بدي كده احنا عندنا كده ما في يعني وجهنا نصوح بمرق. سوري والله عيب والله عيب والله عيب. انتو ايش رايكم؟ انا قاعد اهدي ولا قاعد اهدي؟ انا قاعد اهدي. كلامي صحيح ولا كلامي مش صحيح؟ يمكن انا شايفة حاجة انا يعني قصدي في الناس دول 3 مليون اللي مسوي له سبسكرايب ولا 2 مليون اللي مسوي له سبسكرايب. انا لازم ارجع شيك في شايفين شيء في شعيب انا ماني شايفته. فتحوا لي عيني يا اخي قولوا لي ايش الشيء اللي الناس دول شايفينه انا ماني شايفته. يعني ايش الكونتنت اللي عنده؟ الكونتنت اللي عنده ما عند احد غيره. ايش هو ده يعني من البدايه للنهايه؟ اقول لكم شيء، خذوا لكم حلقه من الحلقه هذه، روحوا اقروا عنوان الحلقه واستنوا لنهايه الحلقه. هل طلعتوا بحاجه مفيده من الحلقه هذه ولا مع ولا صح؟ ولا يمكن 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 غالبيه الناس بلطجيه كمان لو نسوي له سبسكرايب وكده، يعني يستمتعوا يشوفوا الناس يتقطعوا، يستمتعوا يشوفوا الناس ينجلدوا، يستمتعوا يتفرجوا على فضايح الناس، يستمتعوا يقول ها 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 شعيب جلدهم، شعيب طقطق عليهم. الكرو حقه كمان الناس اللي اشتغلوا معه، اللي يروح يسووا جوجل، اللي يسووا له جوجل للمعلومات على الناس. معقولة؟ معقول انا ماني مصدق قسم بيت اللي قد. المهم الكاميرا طفت والله فاتك من بنات الكونتور هم عايشة، وانا have to go عندي شو اسمه ده اصور زي ما قلت. بس والله خلصت عبال ما الكاميرا طفت. خلصت شفتوا؟ ما ادري كم اخذ بس مره سريع ما شاء الله سريع. المهم خلاص اكتبوا في الكومنتات تحت ايش رايكم، واذا عجبتكم الحلقه هذه اسويها، يعني قصدي اسوي اشياء زيها. انا عاجبني الوضع ما اعرف بشوف اذا والله تمام، يعني حسيت انه سهل علي ما بيتقل علي في التحرير والاديت وما ادري ايش والتحميل وكذا ما اسويها. لا والله كثرت قللت، واذا انتم ما عجبتكم ابطل اسويها. لا ما ادري. المهم يلا مع السلامه، اشوفكم.